كنشكر اللاعبين داروا مجهود كبير، مجهود نفسي، مجهود بدني، مجهود رياضي. جد مرتاح بطبيعه الحال على المردود. كان يمكن نربحوا، زقلنا فرصه اللي في الدقائق الاخيره كان يمكننا نقتلوا اللقاء، ورغم ذلك انا جد مرتاح وكنهني اللاعبين على المردود ديالهم. كنتمنى ان شاء الله مستقبلا يكون المزيد من العطاء على المستوى الرياضي وعلى مستوى النتائج بحول الله. ما ننساوش بان اليوم الفريق الغريم هو اللي مدخل، احنا لاعبين اليوم خارج رسميا خارج الملعب ديالنا، نقطه ايجابيه. المهم ان ما خسرناش، وان شاء الله في مستقبل اللقاءات ان شاء الله نزيدوا في العمل باش يكونوا انتصارات. لا هذا الشيء ما كاينش، هذا المدرب هو السي شابي. غيكون هناك لقاء من اجل العمل على الميركاتو المقبل ان شاء الله وتحديد النقائص كما وعدنا المنخرطين في الحمله الانتخابيه، وان شاء الله بحول احنا نشوف المسار ديالنا الى ابعد مدى.